دشت في قضية ما كانت مهبالة. السبب ليها هو كان انسداد في تسيير الدولة بفترة انهار خيبة الدولة وفقد المواطنين أبسط الأمور وفقد الأمل. إقالة جميع قادة المؤسسات العسكرية والأمنية في البلد بطريقة تشبه لا أدري كيف أصلها. خليت بعد فضلاء قطعك. هذا كان الهدف من وراء سياسة الطاحن أعداء القوات المسلحة فيما بين. حل المشاكل ما هو بخلق المشاكل. Nous avons connu des difficultés. Il n'y avait pas une seule entité sociale, économique, politique qui n'ait été victime de ce que vous savez tous et que nous déplorons et que nous nous attachons à réparer pour que plus jamais notre pays ne connaisse les affres qu'il a déjà connues. مشوف فيهم على المؤسسة العسكرية هي العرقلة الوحيدة المزالت أمام الناس الحاكمة بعد أنها تذلل جميع الذين قالوا المؤسسات الدستورية في البلد. وبالتالي إلين يتم إخضاعها ما تنايم متكلم ولا تشيخ متكلم ولا تعمد متكلم ولا تحزن متكلم ونرجع نظام الشخص الواحد المتسلق الجبار اللي مرة فرعون ومرة يقول أنا ربكم الأعلى. كان ما هو روح المسؤولية اللي تميزوا بها الضباط يقودوا مثلا المرحلة خاصة الجنرال محمد بن عبد العزيز الضباط الموجودين معاه. كان البلد يمشي شوار جهة ما يعرف حد يشرب. هذا سبب خطير. الدولة أنا ذاك ما يعرف حد شاف وعده. الخير اللي يخلق من ذاك كان لا يخلق. أول كان لا يخلق ملحمة بالجيش وتقدر تعود حرب أهلية بين المواطنين. هذا الشيء ما هو مقبول. هذه المؤسسة العسكرية تحلوا بالمسؤولية وروح الوطنية ولا خلق ذي اللي كان مبرمج على انه يخلق وكانت مدبرة لقوة شريرة هي اللي كانت احدث. احنا يوم السادس عقوش كنا امام خيارين وعلى نختار عود واضح للجميع. ما نكبوا مسؤوليتنا ويتلحى سيدي الشيخ عبد الله عن السلطة لانه الشعب الموريتاني اغلبيته من برلمانيين ومن منتخبين ومن مواطنين اغلبيتهم فاتوا حد الموقف من هذا الشخص لانهم كاملين توافقوا عند الشخص عاجز عن ديال البلد. الاداره دارت المصلحه. الى ما صحت الاداره ما صلحش. Les attentes ont hélas été déçues parce que le régime qui venait de s'instaurer commençait à reproduire exactement et de la manière la plus impunie tout ce que nous avons combattu. لكن ما لا يملي ما لا موريتانيا تضر ولا تتفكك امامنا مهما كانت المبادئ من اللي هذه مصلحه عليا وهذا خط احمر. Les engagements pris ont été honorés. Un calendrier électoral a été arrêté. Un processus démocratique a été enclenché sous la responsabilité et l'accompagnement des forces armées nationales. الرشوة والفساد وسرقة المال العام. ليك ما كان خالي. ما كان خالي. الفساد ما تنقص. لا تمقبول. لا تناهي. حد نفسه في الدولة واجه القانون. دول دول تلحموا. والمشاكل اللي تحلوا منها. تسمعوا ياسر من الشائعات الذي قالوا الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية. أنا ليش صورتكم وأتساءل. هاي الجبهة من فيها؟ وين تعاد تدافع عن الديمقراطية؟ الجماعة اللي يسموا روسهم بجبهة وطنية للدفاع عن الديمقراطية ندور إن شاء الله نمشولهم دعوات رسمية من أجل المشاركة في أيام التشاور. لأن كيف قلت متمسكين بمنطقة الحوار ومنطقة التشاور. ولاية عندي إن شاء الله أيام تشاورية متأنية ما هي لا يتعجل عن ذاك اللي صالح.
معنا نفهموا يا الله بيناتنا ونضامن ونحاول نحلوا مشاكلنا بيناتنا باش نمشي للأمام. وهذا من أجل لابد من نحصل على توافق وطني يأخذ بالحسبان كيف قال حد البيت إرادتكم أنتم بالتشاور معكم اللي أنتم هم اللي الله تحدد شنو نمط الحكم شنو نمط الديمقراطية اللي الله تعالى ترخيص الديمقراطية تطبيق مبادئها وتجعيل وتنشيط الاقتصاد الموريتاني لدمج جميع شرائح الموريتانيين واستفادة منه جميع المواطنين وجعلهم ظروف معيشية تسمح لهم بالحياة وبالحرية الحقيقية. احنا الشعب مؤمن بالديمقراطية ومؤمن بثقافته ومؤمن بقدراته. إلى عدنا حقيقة هامتنا الديمقراطية يلا تعود ديمقراطية حقيقية. إذا تعود ديمقراطية تعود وسيلة لتجويع المواطنين وتسلط عليهم لا بأس. هاي الشعر مع الجميع باسم مصلحة الجميع. هذا يلا يعود واضح للجميع. لحق الموريتانيين يفهموا أن دولة قتبتنا الأعلى معايير يعود فيها جميع المواطنين كل واحد منهم يشعر على هاي دولة. لا ما هي دولة قبيلة ولا هي دولة جهة ولا هي دولة أسرة. نحن هون بعد خلق التغيير اللي باركته فيه كاملين والله بعد باركت فيها أغلبية التزمنا أمام الشعب وأمام الوطن أن ندور إن شاء الله ننظم انتخابات في آسيا شفافة ونزيهة بأسرع وقت ممكن بعد التشاور مع الجميع.